افتراضية كبيرة ما بين اللاعبين كما كتشاهدوا معنا. كتشوفوا فرحة هستيريا ما بين اللاعبين والجماهير. اذا غنحاول ناخذ التصريحات ديال اللاعبين وديال المساعد المدرب. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله حنايا مازال عندنا الحضور ديالنا كاملين، غندافع عليها ان شاء الله باش نعطينا ميزان بكاع القوه ديالنا. هذا هو الباسكت، ان شاء الله حنا غنمشيو مازال عندنا كاع الحضور ديالنا، كل شيء في يدينا، وان شاء الله هذا غادي يكون خير ان شاء الله. اسمح لي؟ التعهد ديال المرهون بالفوز امام سالم. ان شاء الله هذا هو لي زوبسيون اللي باقيين عندنا ان شاء الله، حنا غادي نمشيو لعبوا الماتش ديالنا وان شاء الله نربحوا ان شاء الله، هذا هو اللي كاين. اذا متابعينا كما شفتوا بطبيعه الحال غادي نحاولوا نشوفوا تصريحات اخرى ديال المساعد المدرب بطبيعه الحال، ويلي باسم نشوفوا باقي التصريحات ديال اللاعبين. انتظار ذلك، انا معكم دائما في تغطيه مباشره متابعينا ومشاهدينا الكرام. نشوفوا الراي ديال باسم الهواري هو في حوار مع احد اعضاء المكتب المسير ديال الماس باسكت. قصوص اكيد نشوفوا اكيد التصريح ديال باسم هواري شنو غيقول بعد الفوز على الجيش الملكي بحصه عريضه متابعينا مشاهدينا الكرام. نعم الحصه عريضه. اول حاجه السلام عليكم. وكيعرف كلشي حتى حنا ما كناش كنتحكموا ديك المباراه الاخرى، كنا غنتبعوا الحظوظ ديالنا حتى التالي. الا كانت الوداد ربحات سلا غنمشي حتى انا ان شاء الله نربحوا سلا في سلا، حيت خصنا كي كنقولوا غنموتوا على التوني حتى الاخير اخر لحظه. وهادشي اللي كان حتى ما كنتسناش الخساره ديال سلا، مي هادشي اللي قدر الله. غادي يلعبوا جوج نهائيات تما لعبوا حتى ثلاث نهائيات تاع المكره فهمتي، ولكن كنقولوا نمشيو ماتش باغ ماتش من احسن حاجه. نحاول ان شاء الله ندوزو الدومين فينال ان شاء الله نشوفوا اللقب كما ضمنا الحمد لله النهائي ديال لاكوم، ان شاء الله نضمنوا النهائي ديال البطوله ان شاء الله. كي قعد كلشي الجمهور نعيو ما نقولوا راه هو اللي في حقهم، ما كرهناش نعطيو اكثر
مي راه ربي غالب راكم عارفين، راه كنديروا اللي في جهدنا واكثر من اللي جهدنا ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نعطيهم لقب ولا لقبين هاد العام حيت يستاهلوا اكثر من هادشي ان شاء الله يا رب. شكرا لك بالتوفيق. اذا متابعينا كما سمعتوا اكيد قال لك غنلعبوا الكل في الكل امام ساره من اجل اكيد غادي نشوفوا باسم هواري. باسم هواري اكيد نشوفوا باسم هواري اكيد باسم الفوز امام الجيش الملكي. الان لربما النتيجه ديال جمعيه سلا غتكون حاسمه في التاهل. طبعا كما كنشوفوا في الاخر لحظات كنا احنا متبعين المقابله ديال سلا اللي هي الهزيمه غير متوقعه اللي كنتمنى الله انه يكون لو فير بلاي اللي كان في هذه المقابله، لان احتمال انه ضعيف ان الوداد فريق الوداد البيضاوي يفوز بمدينه سلا. ولكن احنا عندنا مهمه واحده اخرى تزاتنا اللي هي ان خصنا نمشي نفوزوا على جمعيه سلا بمدينه سلا، وهذا ماشي مستحيل لان يعني كره السله هي هذه. نمشيو نلعبوا الاخر اوراق ديالنا كما نقولوا قبل من لاكوب باش نمشيو باش نبقى نأسوا ميدال الكونسنتراسيون. حنايا تنشكر اللاعبين ولا الجمهور لان ادوا هذه المقابله كبيره وكبيره جدا. كنتمنوا لنا لعبنا بهذا النسق هذا وبهذا الريتم ان شاء الله مع جمعيه سلا يمكننا نربحوا، هذا ماشي اول مره. وكما قلت لك نلعبوا الاوراق ديال الحدود ديالنا حتى اخر لحظه ان شاء الله. انا بالنسبه لنا حنايا يعني يمكن نقول الا لعبنا 10 ديال المقابلات ديال جمعيه سلا مع الوداد البيضاوي في مدينه سلا ربحوهم 9 ديال المرات، يمكن هذه المره هذه كنتمنى كما تنقول ان المقابله تكون دازت يعني بفير بلاي. احنا اللي كما قلت لك الباسكيت هذا دونك جو سي تري بيان بان سلا عندهم مشاكل ماديه، ولكن انه باش ان الوداد البيضاوي يفوز عليهم في مدينه سلا تبقى هذا، ولكن هذا المقابلة باسكيت وهذا مقابلة كاين منهزم وكاين منتصر. حنايا ما ندخلوش في هذه الحسابات، هذا هو الحاجة الوحيدة، وانا خصنا نمشي نفوزوا ان شاء الله مدينة سلا. بغينا اننا نتأهلوا للدومي فينال وملعوبة ان شاء الله داخل الملعب، ولأنه كيبين شكون اللي يمكن يتأهل ان شاء الله بإذن الله. سي باسم إذا سمعتوا لا خيار إلا الفوز على جمعية سلا بسلا، هذا هو الحل باش ان ربما الماتش ضمن التأهل ديالها. متابعينا الكرام كنشكركم بزاف على حسن التتبع ديالكم المشاهدة، إلى أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. كان معكم مؤثر قناة منصف بودري، السلام عليكم ورحمة الله.